في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أو الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، عقد معاليه سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وأعضاء اللجان بالكونغرس، وهم رئيس لجنة الأمن الداخلية السيناتور رون جونسون، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيم ريش، وعضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور بوب مينينديز، وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الأمن الداخلي مايكل ماكل. وخلال اللقاء أشاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين والجهود المشتركة لتطويرها وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك، حيث تم بحث التحديات الأمنية وبؤر الإرهاب في المنطقة والعمل على التعامل معها، ومن بينها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال تمويل ودعم الخلايا الإرهابية وأمدادها بالأسلحة والمتفجرات وإيواء العناصر الإرهابية وتدريبها في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، بجانب توفير غطاء إيراني بل غطاء إعلامي لهذه الجرائم الإرهابية. واستعرض معالي الوزير الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الداخلية لتحديث الأجهزة الأمنية، وفي هذا السياق تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين. وفي سياق متصل، التقى معالي وزير الداخلية مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن الذي رحب بدوره بزيارة معالي الوزير إلى الولايات المتحدة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق في مجال التدريب المتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في إطار مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أسسته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتشارك في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي عبر اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. من جهة أخرى، وفي ضوء تنفيذ مملكة البحرين مشروع الإسعاف الوطني، طلع معالي وزير الداخلية خلال تجربة ميدانية على خدمات الإسعاف الجوي في الولايات المتحدة من خلال طائرات الإخلاء الطبي الأكثر أمناً والأسرع للمرضى والمصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية سرعة نقلهم لتلقي العلاج عبر طائرات ذات تجهيزات متخصصة. كما تشمل التجربة الأمريكية تعزيز الخبرات المتعلقة بالإسعاف الجوي وما يتطلبه التعامل مع المريض في مثل هذه الحالات. حضر اللقاءات التي عقدها معالي وزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة والوفد المرافق لمعالي وزير الداخلية.